ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع رنجة، ولأول مرة حقوق الطبع لدينا بس مشوية زي السيخ زي الشيش. ليه هي ما تتشويش كده؟ مش بتحبيها؟ اعمليها وابدعي فيها. مع عود روزماري حلو شال ريحة الزفارة بالشكل ده كده، خلاص هقدمها كده جاهزة زي الفل. الرنجة خلصت، تاكلي منها فص فص زي الفل. هنشيل البتنجان ده، عمنا تعبنا منه بقى ده، مش عايزين بتنجان النهاردة. ايه رأيك؟ اهو خلينا كده حلو، ونحط الرنجه مكانه. اللهم صل على النبي هنا مكانها، عشان عايز اعمل تورتايه كده. اللهم صل على النبي، اهو ده مكانه.